النهاردة مع روح الله، مع كلمة الله، مع سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى آية من آيات الله في خلقه، خلق من السيدة مريم بدون أب، بكلمة ألقاها الله في السيدة مريم عليها السلام، فجاء كلمة الله عيسى عليه السلام، معجزة كبرى في ولادته، في نشأته، في سلوكه عليه السلام. الدعاء النهاردة سيدنا عيسى بعدما جلس مع قومه أراد أن يتوجه بالدعاء إلى ربه، ولكن دعاؤه عجيب. عندما نسمعه دعاء نبي رسول فاهم حكيم يعرف كيف يختار الألفاظ، هو يختارها لأنه يلقنها تأتيه من الله عز وجل. بعدما خالف من قومه من خالف لجأ إلى الله عز وجل، ولجأ بدعاء يفيض عبودية لله، بدعاء فيه شيء من التوفيق الكثير. عندما وجد قومه وتوجه إلى الله وكان هناك مخالفون له عصوا أمره، بما يتوجه إلى الله بالدعاء عليهم؟ الأنبياء لا يفعلون هذا، خاصة مع أقوامهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. سيدنا عيسى من نفس المعين عمل إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. راح الأول جاب العذاب. شوف حكمة الخطاب، فصل الخطاب. عندما تتكلم مع الكبير تقول له الأمر الشديد تستطيع تعمله، والأمر الرحيم بإيدك، وكل الأمر إليك، فما بالك وأنت تخاطب رب العالمين. راح بدأ الأول بالعذاب: إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني أنت الذي خلقتهم وأنت الذي توجههم وليس لي من الأمر شيء، فإن عذبتهم فهو شأنك، لك التصرف المطلق يا أرحم الراحمين في خلقك. وبعدين: وإن تغفر لهم، شوف قال عبادك يعني لا شأن لي بينك وبينهم، أخرج أنا، ولم يقل عبيدك، قال عبادك. وكلمة عباد في القرآن تطلق على الصالحين، فسيدنا عيسى عليه السلام يقول له: فيهم صالحون وسيكون فيهم صالحون. وإن تغفر لهم، أدي الثانية هو، فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قالش الغفور الرحيم، العزيز الحكيم، يعني يا صاحب العزة تعذب من تشاء وتغفر لمن تشاء، وحكيم عندك الحكمة المطلقة، تضع الشيء في نصابه، تعذب من أساء وتغفر لمن رجع ممن أساء. نتعلم إيه من الدعاء بتاع سيدنا عيسى المسيح عليه السلام؟ نتعلم كيف ندعو الله عز وجل حتى مع المخالفين، لا تدعو عليهم بالفناء والزوال، وإنما تدعو الله عز وجل وتوكل الأمر إليه، فتقول له: يا ربي إذا كانوا مخالفين فلك أن تعذبهم وهم عبادك، وإن كانوا مطيعين أو ستغفر لهم فأنت أيضا ربهم، وأنت عزيز في حكمك، حكيم في أفعالك. في هذا الدعاء الجميل لسيدنا عيسى نتعلم كيف ندعو مع الله عز وجل، أو ندعو الله عز وجل حتى في حالات المخالفة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.